السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على أمر ومسألة يصعب على المناصر العادي فهمها، يعني ماشي المناصر العادي المقدم مساكين اللي طايحين على رسالهم مالغري اي كابي انقذ نصف الشعوب من العبودية. اي كابي انقذ نصف الشعوب من العبودية، باقيين هذو تاع مشاكرة تاع البارتي التعاود مأمنين، كي تصيب تصيب كوافير يخرج يقول لهم كي رانا في المرتبة 37 لازم تعرفوا باللي الفيفا رايحة تمدلنا حقنا على بالنا على بالنا. انت خسر هيا وقعدوا الفيفا تعطيكم حقكم بالبرود بلا كريم. هذه هي حنا كي نتكلموا كيما هكا المناصر العادي، المناصر يعني اتباع يعني اللي امنوا بمشاكره، اللي امنوا باللي اللي خرج قال لهم باللي انايا غادي بالمقروط، قال لهم بانك بالمقروط، قال لهم المقروط. هذه هي الناس هذو اللي راهم يتكلموا، هذو اللي راهم هذو العاهرات تاع اليوتيوب، لي باطار تاع اليوتيوب. هذه هي هذو اللي مازالوا مأمنين بعاهره يعني تخرج منا 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 منا، هذو اللي مازالوا مأمنين بهيك بعاهره يقول لها بردتينا قلوبنا عاهره. لكن نعاود نولوا وين سنتطرق لمساله يصعب على المناصر العادي فهمها، لكن المعارفين لاسباب تراجع المستوى المنتخب الوطني والتي ادت الى نتائج كارثيه يفهمها جيدا ما سنحاول شرحه بكل صراحه. الانهزام يعني تمنيت انا واحد من الناس نقولها لكم، هذه ما ننساش انايا، انا نهار اللي لعبنا كونت تونس وربحناها 2-0 قلت لكم يا جماعه انا والله لا كنت باغي نخسروا، انا قلت لكم كنت باغي نخسروا. خرجوا خرجوا للوطنية عندهم تلموا مصابوا وين يديروها أيا راهم يقسموا فيها باطل. هذو يكرهوا ليكيب ناسيونال كانوا يقرعونا باش نخسروا أمام غينيا أمام تونس وليكو هيا لا لي بريف. واحد جايب واحد الباطار جايب يقول مالكو جماعة ما كذبناش عليكم، هاليكو الشوبير كان يقارع الجزائر تخسر أمام تونس هاليكو اوبلا اوب حبسوا طق نعاود لكم اوبلا اوبلا قعدي اوبلا اوبلا اوبلا. ورسلها لي واحد انا اضحك انا اضحك نقول له خلي الناس مأمنين هيا كيف يفيقوا، وكيف يفيقوا على 20 عام وكنتو ما تفيقوا على 20 عام. قناة النهار راهي من 2012 وهي دامراته، شوف تذر خطرة باش حسيتو بالضر القنوات تاعنا تاع الجزائر تهضر خطره باش حسيتو راهو من 2012 2011 2000 هما مخلخلينه ما حسيتوش به تهضر خطره. ايوا هاد لي باطار انا نقولها لكم ونعاود، غينيا انا بغيت غينيا تربحنا ونيجيريا تربحنا في طعت نوضو من رقاد باش تنوضوا باش تنوضوا من رقاد تتكسلوا اي هذه هي باش تكسلوا مليح. بغيت غينيا نقولها لكم وديروا دي فيديو قولوا شوبير كان باغينا نخسروا صح، لماذا كنا علاه كنت باغي نخسر انايا علاه كنت باغي نخسر باش نتوما تفطنوا شويه، خاطش خسرنا في الكاميرون كوب دافريك حصلوا في السحر لهنا قال لك قاسامة تاعكم شي قاسامة تاعكم شي قاسامة عنده زهر عندكم او تما اي نقول لك تقولوا في 32 ايكيب لي كاليفات قولوا لهم قولوا لهم عندكم الزهر قاسامة خاطر هذي 32 ايكيب لي كاليفات كاع طاو الدراهم القاسامة باش يخسرنا تلموا الدراهم باش نخسروا. بكل صراحة الانهزام وكنت متمني الانهزام أمام غينيا وأمام نيجيريا باش
تكون الانطلاقه الصحيحه. كي نخسروا تكون الانطلاقه الصحيحه، ماشي كي نربحوا. خاطر كي رانا نربحوا مكاش انطلاقه، كاين غير هما برك. لازم الخساره والانطلاقه تعقل عليها مؤمن، هكا عقل عليها. نهار اللي ربحنا تونس وانا قلت لكم غير خسروا، انت شادرت هكا عقل عليها. قلت لهم يقارعوا للجزائر تخسر، يقارعوا كيما هكا. قلت لي راهم يقارعوا الوزير السعاده يخسر، فلينتظر سنوات وسنوات. معليش ربحنا تونس تاليه صح، ربحنا جيبوتي، درنا ماتش نيل مع بوركينا فاسو، ربحنا النيجر صح، ربحنا النيجر الي روتور، ياه صح، ربحنا جيبوتي درنا ماتش نيل الي روتور، وزدنا ربحنا جيبوتي ودرنا ماتش نيل مع هاسم سته تاع لي ماتش، وزيد ربحنا غانا ها سبعه، موراها شتاسرا الاغتصاب العلني، وانت تشوف ناس تغتصب وانت تشوف وعجباتك. هذه هي اخويا، بكل صراحه كنت اتمنى الانهزام امام غينيا، كنا الافضل من نتيجة الفوز وبهذا الأداء، لأن هذا الفوز يدخل في سلسلة النتائج دون الانهزام والتي تسببت في إقصائنا من التأهل إلى كأس العالم، وقبلها الخروج المهين من الدور الأول في كأس إفريقيا. والغريب والأرجع بعض الأطراف يعني أسباب هذه النتائج الكارثية إلى أشياء وإن رجعتها إلى أشياء ليست لها علاقة بالواقع، وإنما كانت لتغطية الحقيقة وتوجيه الرأي العام والجمهور الرياضي إلى وجهة معينة. والجميع يتذكر قصة المؤامرة والأرضية الملعب والحرارة والرطوبة والسحر والحاكم والجهاز الفار والمقروط والملف الثقيل بالملفين. لكن لا أحد أو قلة تكلمت عن أسباب الحقيقية لتراجع المستوى المنتخب الوطني والتي أدت إلى هذه النتائج الكارثية. أولا يعني بقاء المنتخب بنفس اللاعبين منذ 2019. اثنين سلسلة النتائج بدون انهزام وإن غطت على تراجع المستوى بعض اللاعبين. ثالثا منطق لا نغير فريق الذي يفوز طبق حرفية في المنتخب الوطني، وكان أهم الأسباب النكسة. رابعا المنتخب الوطني كان يسير كسيارة المفخمة والتي لم تدخل الصيانة، يعني الفخمة والتي لم تدخل الصيانة والمراقبة منذ 3 سنوات لتغيير ما يجب تغييره، والانتظار صاحبها حتى وقعت يعني الكارثة. لهذه الهزيمة في مقابلات ودية تكشف العيوب وتنقص والأشياء والنقائص والأشياء التي يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها، لأن في بعض الأحيان الفوز بالأداء الهزيل يمنع الحدوث تغييرات المطلوبة لتصحيح الوضع، وهذا ما حدث للأسف لمنتخبنا الوطني. هذه باش يكون على بالك دابا قعدت عليها وين تضحك تضحك تضحك، وين أحد المحللين شاهدناه قناة النهار لطوات حاول إقناع المشاهدين أن سلسلة 35 مقابلة بدون هزيمة والذي حققها الناخب الوطني إنجاز كبير، وأن هذه السلسلة نتائج هي من تحقق الفوز بالألقاب والذهاب بعيد ورفع المستوى. شو كيفاش هذا؟ شكون مؤمن يعني؟ لا مؤمن. هل هذا المحلل كان يتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس إفريقيا بأداء كارثي ثم الإقصاء من تأهل إلى كأس العالم في ملعبه بأداء وخطة كارثية، أم أنه كان يتحدث عن منتخب إيطالي الذي أقصي هو الآخر من الذهاب لكأس العالم من طرف المنتخب مقدونيا الشمالية الضعيف، رغم وصول منتخب إيطاليا ب 37 مقابلة بدون هزيمة واحتل المرتبة الأولى عالميا، مما جعل رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعني يصف عدم التأهل لنهاية كأس العالم بأنها يعني صدمة وكارثية.
ورد عن وين رد عن صديقنا ومحلل البلاطوهات: أين سمعت أن سلسلة المقابلات بدون هزيمة كانت معيار لقياس قوة المنتخبات الوطنية؟ من الغباء أن تبني مشروع رياضي على سلسلة مقابلات بدون هزيمة لكي ترفع المستوى وتذهب بعيد وتحصل على الألقاب. هذه هي الحقيقة تاعكم يا علوج. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله ربي يكون معكم وربي يحفظكم ودائما معكم جديد. صحيت وخليك.